الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا نسوان وخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك يا تهمد وتسكت وتطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. ابو الزعبيب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي. انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي حبيب قلبي. كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده، قبل اي كلمات مش تعرفني على مجالك؟ اه مؤاخذه، آه عمور زميل الشغل. هاي، ازيك يا حمامه؟ سهلا سهلا. زيرو زيرو، اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأة دي؟ كانت منيقة في البقر ده، اوعى كده. خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانية واحدة، أبو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده. عفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استفيفي، عرفيني بالمره على اصحابك. انت تأمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمه واحده ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. احب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفله. صاحبك جريء قوي بس في فئه تفلطحه. بقول لك يا سيد المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وايه العباره بالظبط؟ هو انت عايز ترسنت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت قضيت في منت. مالناش نصيب بقى نقابله. معلش استاذ شيبوب. معلش شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا، زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب. اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح؟ الشغل. ادي لصلوحه. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشه بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. اه حلو بقى، ده شكله. يلا كمر بقى، كمر. حلو قوي. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بقلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبور، بكام الحته؟ بثمانية، يعني الثلاثة ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود، الفلوس فين؟ نعم يا اخويا. لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطه والكلام ده، مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت كده ما فلوسك. شوفها جنبك. طب هنا احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمرو بن الناس طيبين وزيرو. يعني الناس دي هتاخد صوره مع زيرو الاسطوره وبيبي. بيبي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه الماسكه دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك وكيل وزاره، كليك عين كمان. الواد اتبسط قوي. تمسك يا معلم عدهم. عيب، الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البت المفترضه دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله، ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع، انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج.
تسلم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. امبارح انا مش فاكر حاجه خالص. يا نهار اسود. صالح قوم وضب معايا، قوم بسرعه، انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك بس بسرعه، وحياه ابوك قوم. انت صباعك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول. المهم انت ما تزعلش. صباعك ماله؟ صباعي يا صاحبي. أنا ولعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول وقت. هو أنت سايد عليا كده ليه؟ الصباع إيدك هو اللي طار، أنت بتعرج ليه؟ تعبان يا صالح، تعبان. أنا مش مصدق يا أخي إن أنا مش هشوفه تاني. هو إيه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني. ده على اساس انك برص؟ انت متخلف ادي يا عمرو. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفول العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح، هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف، هنتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا؟ صحيح. طب ما نعملها ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن. نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى، ونشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح برضو؟ نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ اكتب يا صالح. كربونات صوديوم. صوديوم. حمض كبريتيك اللي هو ميه النار. ميه نار. باودر من الفاير ووركس. كور بينج بونج. والغلب على الارض بقى ولا ايه؟ لا الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر، معلش انا اسف. شمع، بطاريات، خل، بطاطس. لا ثانيه واحده بقى، شبس ولا صوابع؟ هو انت كاتب طريقه عمل الشكشوكه؟ بتترجم صح انت ولا انت معتوه ولا ايه؟ ما هي الترجمه كده، هي بتقول بالانجليزي بوتيتوس، هتبقى ايه؟ يمكن بالانجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا احنا هنا ارنب يعني مليون، فاهم؟ اكيد بوتيتوس مش يعني ارنب يا جماعه. ما يمكن بوتيتوس دي يعني بطاس. مش بس 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 خلاص انا اسف. كمل يا عمرو كمل يا اخوانا. انا حاسس ان الوليه دي